لقاءاتكم حبايبي، الله يجعل صيامكم بالمسك والعنبر معطر. حكايتنا اليوم ما أنا من زمان الأخبار، بس فيها عبرة وحكمة للصغير منكم والأكبر. رح أحكي لكم عن صبي صغير كان راجع من الكتاب خاطره مكسر. فات على البيت وحست عليه أمه قديش تعبان ومعتر. قالت لي أمه بكل عصبية: لك شو بك موتر؟ إذا عامل لك شي ذنب قول ولا تتستر. مدها الصبي إيده على الساك تبعه وناول أمه الدفتر. فتحت الأم الدفتر وصرخت بالولي كأنه شاف الزلزال شي على ستة مقياس رختر. هذا اللي كنت خايفة منه ولي عليه، الله أكبر. لك كل شي اللي عملت لك يا مبارح ضاع وتبعثر. بلش الصبي يبكي وقال له: ما بعرف ليش هيك عم بيصير معي، عم بنسى كل شي، ما عم بتذكر. قالت له: مبين واضحة مقضيها بالحارة مشاكل، عامل حالك عنتر. رده هو متأثر: يا مو انت بتعرفي قديش عم اعمل جهدي لجيب علامات اكتر. بس قلك شي، بس بدك تفهميني، اليوم من رفيقي عرفت السر الاكبر. اندهشت امه وقالت له: احكي ولا تخليني اتحزن، قول وخليني اتنور. همس وقال له: السر بسندويشة الزعتر، زعتر من منتجات الذرة الأطيب والأشهى، بينشط ذاكرتي وبيقويني وبيخليني أفكر أكثر. بلمح البصر طلبت الأم من الدكان زعتر الذرة الأحمر والأخضر، وفعلا هالصبي رجع آخذ العلامات التامة وواثق بحاله وعم يتمختر. وقبل ما أمشي وتيسر بدي أنصحكم: جربوا من منتجات الذرة أكثر وأكثر. بالهنا والشفا يا صايمين، رمضان كريم.